بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هذا أخونا اسمه فاتح حبيب بعث لنا فيديو عنده مشكل يشكي منه في محرك متاعه، رغم أن الفيديو يعني ما فيش تفاصيل اللي أنا نحب عليها، نحب التفاصيل الكبيرة كيفاش وقتاش وكيفاش صار وشنو المشكل بالضبط، لكن هو أعطانا يعني حاجات خفيفة. نسمعوا السؤال متاعه ونرجعوا نعملوا عليه شرح. السلام عليكم، حياك الله عمي مختار، واش راك لاباس؟ عمي مختار، كان سمع واحد صوتها في الموتور، والله ما على بالي واشنو هو، وزيد كي نكون واسمو كي يكون بوامور شغل الموتور تسمع يزيد وينقص يزيد وينقص، كي تشوف هذاك ليكوي تاع هذاك 1000 تور و 2000 تور وكذا، كره تحت واحد يطلع ويحبط يطلع ويحبط، يعني راهو تحت 1000 تور يطلع ويحبط يطلع ويحبط. دوك نصور لك ليكوي هذاك. عمي مختار هذا هو يحبط ويطلع. تو بعد ما سمعنا الصوت وسمعنا السؤال نعطوه نظرة اللي هي ممكن تفيده. الصوت هذاك طبعا موجود، الصوت هذاك من الخضخ اللي موجود هذيك من تحريك المحرك هذيك الموجود، الصوت يكون موجود أغلبية. ورغم اللي يعني ما عطانيش العامية وقتاش بالضبط وكيفاش صارت وهل هو صلح حاجة هل لا، ما يعطيني، ماذا بكم ديما اعطوني معلومات، راني ديما نعاني في المشكلة هذا، اعطوني معلومات كاملة على الحاجة اللي بتبعتوها لي، اعطوني معلومات كاملة. يعني انا نحب وقتها متى وكيف وقع المشكل وشنو اللي عملته انت بعدها، صلحت حاجة قبلها صلحت حاجة. عموما هذا في المشكلة هذا اظن انه عنده وسخ الدور في الدائرة متاع البنزين، في أوساخ موجودة كما من حوالي يومين قبل العيد واحد كلمني عنده نفس المشكلة هذه، قلت له صب التريتمون إيسونس هذاك، صب المنظف متاع البنزين، صب يعني قنينة في الخزان في لاكون، صب خزان في لاكون مع البنزين الموجودة مش مشكلة، أو حتى في الديزل كلها كيف كيف، وبيحاول الله إن شاء الله يتنحى المشكلة. يعني لان هو قال لي الحمد لله المشكله تنحى، هذا السيد اللي كلمني كذلك. انت نقول لك يعني كيف لان لو سخت لما تكثر في البنزينه تعمل المشكله هذيا، حاول صب فلاكون تريتمون ايسونس في الخزان، تريتمون انجكتور ايسونس، وان شاء الله بحول الله تو العاميه تتصلح وترجع للسياره طبيعيه. اذا كان ما رجعتش طبيعيه بعد اسبوع عاود ابعث لي فيديو واشرح لي بالضبط وقتاش وكيفاش صار هذا المشكل. ان شاء الله تنفعكم حركة كما هيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.